قافلة أسنان بمنطقة الوراق، والقافلة بتقوم بتغطية حاجات كتير في علاج الأسنان، سواء من كشف أو خلع أو حتى حشو، بيتم للحالات المترددة على القافلة هنا. مؤسسة حياة كريمة بتخدم كافة كبيرة جدا من العيانين في أنحاء مصر، وبيتم نقل العيانين عن طريق العيادات المتنقلة بتزور جميع أنحاء مصر. النهارده احنا موجودين من الساعة 9 الصبح، ومش هنمشي إن شاء الله إلا بعد ما يتم الكشف على آخر حالة. بقالنا 3 سنين موجودين في الوراق. الأهداف التنموية لحياة كريمة أنشطة خيرية كتيرة، حريصين على الوقوف مع أهالينا. احنا طبعاً بنتابع الحالات اللي بتبقى موجودة هنا بعد ما بتمشي، ولو في حالات محتاجه مثلا دوايه شهريه او كده بنوفرها ليها ان شاء الله عن طريق المؤسسه. سمعت انا قبل كده عن حياه كريمه ان هي بتقدم خدمات كتير لاهالي الوراق، وانا ونبني الحظ ان انا اكون فيها النهارده. خدمه ممتازه، انا كشفت علشان عندي ناب عايز للحشو، فهم تفضلوا حولوني الى مستشفى القصر العيني طب الاسنان علشان خاطر ادوا بالكارت، قالوا ان انا مجرد ما هروح هاخد الخدمه بدون تذاكر بدون اي حاجه، وفي عندي مشاكل ثانيه في الاسنان، فقالوا لي انا هعمل بس الحشو الاول وبعدين هيبتدوا يشوفوني الدكاتره، بيحولوني على المراحل الثانيه. جيت النهارده في العياده المتنقله للاسنان وكشفت على اسناني وادوني العلاج بالمجانا وكل حاجه بالمجانا. انا اول ما دخلت عملوا لي حشو مؤقت وحولوني القصر العيني عشان اكمل العلاج. كشفوا عليا بالمجانا وكشف على مستوى عالي وتعقيم الات نظيفه والدكاتره على مستوى عالي، فحولوني على القصر العيني ان انا اعمل التركيب ده مجانا، مع اني بره غالي جدا، لكن هم حولوني ان انا اركب مجانا. لقينا في حياه كريمه بيكشفوا عربيه وبيدوا علاج حلو، امر ربنا يعني ان شاء الله يبقى كويسه وسلسه.